المملكة الحمد لله أولا هناك دليل علاجي تبنته وزارة الصحة السعودية ممثلة في برنامج مكافحة التدخين، وهو يمارس في عيادات وزارة الصحة وتبنته الجمعيات الخيرية. وهناك أيضا ضمن هذا العلاج هناك وسائل علاجية تعتمد على الأدوية، وهناك وسائل تعتمد على العلاج السلوكي والمعرفي، وهناك أيضا بعض بدائل النيكوتين أيضا. كل هذه الطرق الحقيقة هي عوامل مساعدة، وما نحتاجه في البداية لأن يقلع أي شخص مدخن أو مدخنة هو القرار الداخلي الذاتي. وكل هذه العوامل التي نستعملها وكل هذه الوسائل عبارة عن عوامل مساعدة فقط، لأن الأصل هو أن يتم اتخاذ القرار بالإقلاع من قبل المدخن أو المدخنة، وما يتلوه من الحضور إلى عيادة مكافحة التدخين سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للجمعيات التي تعنى بمكافحة التدخين، كل هذه عبارة عن خطوات مساعدة بعد اتخاذ القرار من قبل المدخن أو المدخنة.